الأكل والمزاج كومبينيشن حلو كتير. صباح الخير صباح رندا، النور. ومعك حق، أوقات الواحد بياكل إذا مبسوط، أوقات إذا كتير مبسوط ما بيعود بياكل بياكل أبدا، مرة إذا عصب أوقات بياكل، يعني حسب المود. حسب وأوقات الأكل اللي بياكله هو اللي بيأثر على المود على تبعه. المود تبعه، فجأة صح. بتحسي إنه اليوم أنا معصب، فجأة بتحسي إنه ليش هلأ كنت مرتاح وهلأ شو صار لي، صح. ففي أشياء باليوم بدنا نحكي ليش فجأة شو صح. صار لي، هي منا فجأة ومنا في جاية قصص، إن هيك. كلهم بيعطونا وجع راس بيتغير المود تبعنا، يعني كمان بنكون فكرة، مبسوطين، يعني كمان اوقات فكرة، بنعمل حرقه مظبوط، كمان 100%. المود بيتغير. انه فالاكل كتير كتير له علاقه صح. بالمود، وحتى psychologically speaking حكما النفسيه عم يقولوا انه اكيد في عوامل كتير بتاثر على المود، بس دائما دائما عم يجيبوا سيره الاكل وعلاقته حتى يريح المود. والاكل انا دائما بقول هي شغله نحن بنقدر نسيطر عليها، فليش ما بنكون عم نستعمل هالشيء؟ صح، اكيد. خبريتك اليوم خبريتي اليوم خبرية مهضومة. بتعرفي أوقات باللبن أما الأشياء اللي هي ملونة، اليوم رح أخذ مثل عن اللبن اللي هو بيكون لبن عفواكي، فنحن هون إذا عفريز بيكون لونه شوي عزهر. أوكي، سو رح نحكي عفريز ولونه عزهر. هلأ الزهر بالحقيقة لازم الكل يعرف أنه هو مش جاي بس من الفريز، جاي كمان من تلوين محطوط. وفي شرك قررت ليه بيعملوا هيك؟ ليشهونا؟ طبعاً طبعاً هي دايماً بنحكيها. وفي شرك قرروا أنه هني ما بقى يحطوا اللون الأحمر الريد نمبر 40، لأنه بيّن كمان أنه يمكن هو عم يعمل حساسيات معي، حساسية بيّن أنه في خاصة اللي هو الألبان الولاد بيكلوا منهم أكثر من الكبار، مظبوط. فقررت شركة من الشرك أنه تكون عم تحط بقلب هيدا اللبن شيء طبيعي، والطبيعي كان شغلة اسمها كارماين. بس الكارماين ستيفاني هي مظبوط هو لون احمر طبيعي، ولكن هو جاي من انسكت اما حشره. فهيدي الحشره هي وقتها تكون عم تنمعص عم تعطي حشره الكوشينيل، وقتها تنعصر عم تعطي هيدا اللون الاحمر. هلا صحيا هيدا شيء في ناس رح تقرف، وحتى اللي كانوا كاتبين هالارتيكل بيقولوا انه انا اذا بتجوا بتقولوا لي انت عم تاكل انسكت حشره، اوكي بقول انا انسكت يمكن، بس انه اكل شيء يكون بعقلي انه لبن ويطلع بقلبه حشره، هيدا شيء عم يحسسني ماني مرتاح. فهون ليش ومين قال انه ما في قصص بالحشره بعدين سايد افكتس بعدين نتعرف عليهم؟ يعني دائما اول شيء بيقولوا لنا ما في خطر ما في شيء، وبيرجع بعد سنين ببين انه في شيء مش منيح. هلا بالنسبه لهم انه ما تنسى انه هول الحشرات هن كمان عم يعطوا نوع من البروتينات، يعني فهن صحيه. وحاولوا يستعملوا شيء طبيعي غيره، بس مثلا انه البيتروت اما الشمندر اللي لونه احمر، حاولوا يستعملوا حتى الانتوساينس اللي هو جاي من العنب اللون الاحمر، ولكن هول ما قدروا على درجات الحراره وعلى الاسيديتي تبع اللبن، ما ضاينوا وما قدروا يعطوا اللون المضبوط. فالوحيد الطبيعي هو اللي كان هيدا الكارماين، الوحيد الطبيعي بس نحن نعمله بالبيت اطيب شيء طبعا بيكون. هلا بالنتيجه فطلبوا من هالشركه انه تشيل الكارماين، والشركه شركة كتير كتير معروفة قالت انه هي ما رح تشيله، بس هي اللي بتعمله بتأيد على العلبة انه هيدا بيحتوي كارماين. وصار كان لازم العالم تعرف انه الكارماين هي جاية من حشرة، فهن اللي ما بيأكلوا الفيجيتاريانز اللي هن ما بيأكلوا ابدا شيء نباتي بحق لهم يعرفوا ساعتها ما بيأكلوا، اللي بحس انه هو عنده يمكن يكون عنده ألرجي على هاي الحشرة بالذات كمان ما بيأكلوا او بيقرف فالعالم هون بيقولوا انه عندهم الخيار انه هن ينقوا، ولكن رح يضل الكارماين موجود، رح يضل الشركة تصنع وتحط الكارماين بقلبها. فهون نحن عنا الخيار، كل واحد حر، صح. وبنرجع فيك تاكلي او فيك ما تاكلي، مظبوط. وبنرجع للقرار، اللي بحب ياكل اشياء ناتشر اللي هي طبيعيه اللي بيجيب الفريز واللبن ويعملهم بقلب البيت، واكيد فينا نعملهم بكل سهوله. فهذه كانت خبريتنا. خلينا عن الفود والمود، ننتقل مزاجنا. على المزاج، صح. اكيد، ودائما نحن مستعدين ناخذ الاتصالات طبعا ستيفاني، بنقول لهم للكل اكيد على 0444444. هلا الاكل، اكيد الاكل بياثر. انت ذكرتي كم شغله من الاشياء اللي انا بدي اذكرها ورح بلش فيها. اوقات في اكل بيضايقنا، يعني في اكل بيعمل، في ناس عندهم انتولرنس على اللاكتوز، صح. فوقتها ياخذوا اكل فيه لاكتوز رح ينزعجوا،
وإذا كانت مزعوجة، مزعوج بطنك، عاملة دايريا، درب على راسك، نفخة، على وجع راس، بتوتبي أوقات، ما بنعرف شو السبب. مزبوط، فهيدا كله بيكون شيء أكلنا من بيكون من هالأكلة. فإجمالا الناس اللي عندهم انتولرنس أو حساسية أو انتولرنس على أكلة لازم يعرفوها، وقتها هن يعرفوها هيدي الأكلة بدهم يحاولوا يكونوا عم يتحشوها. هلا نحن حكينا هون على اللاكتوز انتولرنس، ولكن نحن وين بنلاقي اللاكتوز؟ بالحليب إجمالا، والحليب هو من الأشياء اللي بتريح المود، فاللي ما عنده انتولرنس ما عنده مشكلة، بالعكس نحن بننصحه يشرب الحليب، خصوصا إنه الواي بروتين الموجود بالحليب هو بيّن مش بس أهميته للرياضيين، ولكن بيّن كمان أهميته حتى يكون عم يريح المود أما المزاج. صح. فهون كيف بنشوف كيف أكله هي هالقد منيحة، ولكن عند بعض أشخاص اللي بتضايقون هي ما رح تكون منيحة. فهي بلشت بشيء أنت ذكرتي حتى أكون عم فسر ووضح شو هو. صح، أوقات مثلا الواحد بس يأكل زعتر بحب الزعتر، بس بعدين مع الزيت إذا بتعمل له حرقة. مزبوط. يعني وبعدين بس تعملي حرقة مودك بيتغير. مزبوط. بتصيري منك مرتاحة على وضعيك. مزبوط. بتصيري تقولي إنه يا ريت ما أكلتها هالأكلة ولكن بحبها. 100%. يعني لازم نتفادى. لازم نتفادى الأكل اللي بيضايقنا. هلا لنرجع نعطي الخطوط العريضة ومن هنيك نرجع ننطلق. فإذا نحن أول شغلة بدنا نعملها ممنوع نقفي وقعات بالأكل. هلا وقعات الأكل برجع بذكر ترويقة، الناس بيقولوا خصوصا بالصيف ترويقة رندا، بقول لهم يا عمي تروق، ما أنتوا الساعة 10 حبة فواكه أو شيء، حتى الساعة 10 يمكن تفرق معك، الساعة 10 ونص 11 تروقوا بهالوقت. صح، مش ضروري بس نوعا نتروق، بس على الوعي. فهون مهم ما نقفي وقعات، لانه وقتا نحن عم نقفل وقعه عم يقشط السكر بالدم عندنا. نعم. بصير عندنا شيء بسيط من الهايبوغلايسيميا، يعني بيقشط السكر بالدم بمعنى ثاني. خلص ما عاد هالسكر عم يعطي طاقه، ما عاد الطاقه عم توصل على الدماغ بطريقه مزبوطه. هالشيء اكيد رح يحسسنا انه نحن بنقول اريتبل، خلص معصبين، منا مرتاحين. مزبوط. ما قادرين نركز. مزبوط. طب ما هون اكيد لانه نحن ما اكلنا، كنا بحاجه لانه كل. فإذا هون تقسيم الأكل بيجي أهميته بالمرتبة الأولى. تاني شغلة هي أنه نبلش بالترويقة، لأنه هيدا الوقت نحن قبل الظهر اللي بنركز فيه، قبل الظهر الوقت اللي بنعطي فيه، قبل الظهر اللي هو بده يقسمنا نهارنا كله. نعم. فبتجي أهمية الترويقة. هلا الشغلة الثانية اللي كمان بالخطوط العريضة هو تناول الأكل المنوع، لأنه نحن بنعرف إنه بالأكل لازم يكون فيه النشويات اللي هي بدها تعطي طاقة، والبروتين والبروتينات والدهنيات. فهلا تنكون عم ناخدهم مع الخضرة والفواكه، يعني عم ناخد الفيتامينز والمينرالز اللي بحاجة إليهم. هلا نحن عم نقسم هيك، برجع بذكر انه في عندك ريجيمات اللي هن بيقولوا لك ما تاكلي ابدا نشويات. بهيدا الرجيم اللي بيصير فيه كيتوسيس، هيدا الرجيم بعد فتره بتحسي انه الشخص اوكي حس حاله عم يضعف، ولكن حس حاله شوي معصب. ليش؟ لانه ما في هالنشويات اللي هي عم تعطي طاقه من ميله، اللي هي عم تعلي السيروتونين من ميله ثاني، اللي هي كمان شغله بتكون عم تريح الاعصاب. فهون لا، النشويات لها دور مهم، لازم تكون موجودة. لكن أوقات بس ناكل حبة شوكولا الواحد بيرتاح، نرتاح رح لأنه منحب الشوكولا. مزبوط. وفي كمان مغنيسيوم بالشوكولا. أنا اليوم رح أقسم مثل ما قلت الخطوط العريضة، وبعدين أحكي عن كل أكلة بأكلتها حسب بنشوف كيف الوقت بيساعدنا. 7 دقايق بعد يعني. هلأ رح نكمل. فهون النشويات في بالانس بيناتها، إذا بتاكلي نشويات اللي هي أنت فيك تعتبر السكر هو نشويات، والرز الأبيض والمعكرونة، طيب حتى بالفواكه في نشويات. مزبوط. بس أنا وقت عم بحكي سكر سريع، وقت عم بحكي كل شيء سريع مثل الخبز الأبيض، مثل المعكرونة اللي هي بيضة، فهون وقت أنا خدها مزبوط هي علت الموت عنا، ولكن جسم استعملها بسرعة. وقت الجسم يستعملها بسرعة من جوع بيرجع بيقشط الموت. بيقشط المود، مشان هيك نحن بنرجع بناكل. وخصوصا هيدي بذكر فيه على تناول السكاكر، كل شيء بيحتوي سكر، فنحن وقتها يكون واحد معصب بحس بده ياخذ سكر وياكل، فاذا اكل سكر رح يرتاح بس بيرجع دغري بيرجع بيعصب. فهون منه السكر السريع هو الحل، بالعكس هو السكر البطيء اللي هي القمحة الكاملة الشوفان اللي بالفعل هو بيشبع، بيطلب انسولين على مهل، بيقدر يضايننا، وحتى بالجوع وحتى بالموت كمان نقدر نضاين فيه. عنا اتصال من ريمون بناخده سوا. الو،
بونجور. بونجورين، تفضلي. بدي اسال انه بالنسبه للترويقه، اذا ما بدي اكل تنقول ابعت خبز او بورسيون فروماج، شو معقوله شوفين قد ايه الكونتيتي، وشو معقوله احط معه تيكون عندي ترويقه؟ يعني اكيد بكالوريز اقل كالوريز وتكون ترويقه مضبوطه. ريموند، ريموند. اوكي ريموند، تكرم عينك. سؤال حلو. هلا انت اخترتي تاكلي الشوفان، هون الكميه هي بتعتمد على جسم الشخص، على حجمه، وعلى اذا هو بده يحافظ على وزنه او بده يضعف. هلا انا رح اقول انه بدل ما انت تتروقي ترتين جبنه مثل ما قلتي، رح ارنا انا كيف بدك تاخذي الشوفان. بدل ابعت الجبنه نحن فينا ناخذ نصف فنجان من الشوفان اللي هن ملعقتين كبار طافحين، يعني هل قد شوفين فينا نشرب معه بدل الجبنة. بدنا ناخذ ديري برودكت، فنحن فينا نكون عم نحط مع الشوفين شوية حليب. بنرجع بنذكر اللي ما قادر ياخذ الحليب العادي اللي بيعمل له نفخة بضيقه، في ياخذ حليب الصويا أما حليب الرز، خلي يكون مدعم بالكالسيوم بيكون أحسن وأحسن. حتى يكون طيب منيح نحط له شوية قرفة وزبيب. هلا القرفه بيكون طيب، القرفه بيساعد الاميون سيستم، جهاز المناعه كمان بتكون كثير منيحه. فينا نحلي ساعتها، فينا نحط ملعقه زبيب، ملعقه كبيره اذا نحن بنحب الحلو. هيك استعملنا كل شيء طبيعي، وهيدي كانت ترويقه لذيذه. انا بحط 2 جوز كمان. هلا اللي بده يحط الجوز احسن واحسن، 2 جوز انصاف. انصاف يعني وحده جوز صح. كامله، هيدي ترويقه كامله، وهيدي بالفعل من احلى الترويقات اللي هي بنقول برين بوستر، ما من احلى الترويقات اللي بتساعد المود كمان. فليش لا ريموند بلشي بهالترويقه. لارجع هون، فاذا حكيت عن النشا بحكي عن الدهنيات. عندنا نوعين من الدهنيات، اذا انا جيت وقلت الدهنيات مهمه وجبت كيس الشيبس فتحته واكلته، وقتها نحن بنعرف كل شيء ساتوريتد فات بيؤدي بالنتيجه لديبرشن. يمكن مش اليوم رح يعمل لي ديبرشن، اليوم انا انبسطت بالشيبس بركي وبحبه وهيك، ولكن بعد فتره هيدا الساتوريتد فات رح ياثر على جسمي بطريقه نيجاتيف سلبيه، وهيدي بالنتيجه رح تخلي المود تبعي يكون عم ينزل. رندا بعدين كمان في عنا الجيلت فيلينج، يعني هيدا الجيلت فيلينج دايما موجود. كمان بغير المود مزبوط. كمان له علاقه بالاكل، لانه اذا اكلت بتعمل جيلت فيلينج. مزبوط. هلا كثير كثير ناس عندهم اياها هيدي، وانا بكره بدي احكي عن شيء اسمه اورثوركسيا. عملت لها حلقه كامله لهالقضيه الجيلت فيلينج، وكيف فيها تكون شيء بوزيتيف او كيف فيها تكون شيء كثير نيجاتيف. حلو، فبكره هيدا على الاكيد بكره بدنا نحكي عنه. أوكي. فهون عم نحكي كل شيء ساتوريتد فات رح يؤدي لديبرشن، وهيدا كلينيكلي بروفن يعني مبرهن علميا. هلا بينما الانساتوريتد فات بنحكي على المونو انساتوريتد، بين زيت الزيتون اهميته مش بس للقلب، اهميته كمان كرمال الدماغ. بين الافوكا قديش اهميته مش بس للقلب بس كمان للدماغ، فهول زيوت وزيوت كثير مهمه. بين الجوز اللي حكينا عنه اهميته للدماغ باحتوائه مش بس على الزيوت، باحتوائه كمان على الالفا لينوليك اسيد اللي هو الاوميجا 3 اللي بنحكي عنه. فاذا هون هول انواع من الزيوت الفاتس اللي هي كثير ضروريه لناخذها كرمال المود. فاجان كل شخص عم يعمل رجيم وبيقول لي رندا ابدا ما رح بتم دهنيات لانها بتنصح، كمان غلط، لانه بالنتيجه رح نوصل بمرحله من الرجيم نحس حالنا المود تبعنا منه مرتاح، لانه في اشياء ضروريه نحن مقفينا. فنحن قبل ما نبلش ناخذ سبلمنتس من برا، قبل ما نبلش ناخذ اشياء حبوب نحن بحاجه لها لتروق المود، خلينا ناكل مزبوط، ناكل مزبوط الاكل، بس نعرف شو الكوانتيتيز. يعني الواحد بس يقولوا لك انه زيت الزيتون منيح، مش انه ندلق القنينه ونحطها على اللبنه واللبنه تسبح بالزيت، يعني نكون مودنا دائما دائما البالانس هو اللي بنحكي فيه. فاذا هون بنرجع بنحكي على البروتينات، البروتينات كثير مهمه. هلا طبعا تبينت اهميتها وكلنا بنعرف ناكل بروتين حتى نكون عم نخفى احسن، نكون عم ننام. واحسن انواع البروتينات اللي بتروق بينت انه هي سفينه
مثل الدجاج او التركي، بيجي من بعدها السمك، خصوصا السمك لانه فيه الاوميجا 3، ومن بعدها لتجي اللحمه الحمراء. هلا هون حكينا على هول الخطوط العريضه، بنرجع بنحكي على الفيتامينز والمينرالز المهمين. كلنا بنعرف الفيتامين دي اهميته، وخصوصا لانه فيتامين دي بتعرفي قديش اهميته لانه بيجي من الشمس. فهون في عندنا سيندروم ديبرشن سيندروم بتجي وقت ما يكون في شمس، فاذا هو وقت ما يكون في شمس مش واحد بحس حاله معصب شوي دبرس اكزاكتلي فهون بيكون ناقص شوي فيتامين دي بجسمه، فكتير مهم نضلنا نفحص هالفيتامينات بجسمنا. الشغله الثانيه هو البي كومبلكس، دائما بنحكي على الفيتامين بي، ولكن هلا بين اهميه البي 12 مش بس البي 6 كرمال الاعصاب. بي 12 فيها شغلتين، بي 12 هي بس كمان بتقوي الكريات الحمر، فاذا بيوصل اللي هن بيوصلوا الاكسجين يعني الانرجي للدماغ، ولكن البي 12 كمان فيها شغله انه هي بتخلي الاعصاب يكونوا في لهم غشاء، وبتخلي هيدا الغشاء صحي، فاذا هون عم تعطينا صحه اكثر. إذا بدنا نكمل بعدين بنكمل بأسامي مأكولات نكون عم نقولها لتكون عم نساعد بكرة. كمان بكرة إن الله راد. أوكي ثانك يو رندا، بنشوفك بكرة إن الله راد. مشاهدينا وقفة ومنتابع اللايف.